شهور عدت من بداية الثورة، في ناس عايزة تكمل المشوار، وفي ناس أيدت وفقدت حماسها، وفي ناس كانت متخوفة من الثورة وزاد خوفها بعد ما شافت التدهور والانفلات. خلال الفترة دي كان في ظاهرتين مهمين جدا، الاتنين عكس بعض بس هما الاتنين بيرسموا احتمالات المستقبل في مصر. الظاهرة الأولى وصفها الناس اللي نزلوا ميادين التحرير في 18 يوم الأولانيين من الثورة. الناس دي رجعت تحكي إنها شافت مصر تانية خالص غير اللي احنا كلنا نعرفها. مصر كل واحد فيها بيحاسب على التاني من غير ما يعرف هو مين، كل واحد بيعبد ربنا بطريقته والتاني بيحميه، الكل عنده نفس الحلم وعنده نفس الهدف، ايد في ايد وكتف في كتف. الانتماء الشخصي موجود بس مستخبي، والظاهر بس هو الانتماء لمصر. الظاهرة التانية هي حالة الاستقطاب الشديد اللي سيطرت علينا بعد كده وقسمتنا لألف جماعة وحزب وائتلاف. في لحظة انهزمت أجندة الوطن قدام أجندة المجموعة الضيقة، ابتدينا نخاف من بعض وابتدى الحلم يتحول لكابوس. احنا النهارده في مفترق طرق، والسؤال هنمشي في انهي سكه، سكه الحلم ولا سكه الكابوس؟ علشان نجاوب على السؤال ده عملنا تجربه صغيره ودعينا ليها مجموعه مصريين من كل الاطياف. استخدمنا فيها طرق من علم اسمه ريليشن شيب كوتشنج او الدعم النفسي للعلاقات الانسانيه. هدفنا كان اننا ندور على الحاجات اللي لو عملناها ممكن تحطنا على بدايه طريق الحلم وتجنبنا سكه الكابوس. انت ميت 6 ابريل مسيحي يا بطي، ليبراليين والإخوان المسلمين، سياسي اشتراكي، شيوعي، أقباط المعتدلين، حزب الكنبة، ومحسوب عطار السلفي. احنا سألنا المصريين دول عن رأيهم في الواقع بتاعنا النهاردة. الموضوع الأولاني هو الحصول على مكتسبات من خلال الثورة، يعني مع الثورة قلبا وقالبا لجأنا إلى الثورة. الثورة ليست الأصل، هي مطالب ما بتتحققش غير بالثورة، بس ما ينفعش ده يبقى الأسلوب في كل حاجة. هي حررت الناس، لكن أنا مختلف مع تسميتها بثورة. واللي كان بيظن إن الثورة دي هي اللي جابت الخراب، لا، هو كان جاي. والموضوع التاني هو التوجه الديني. الاتجاه الديني أو كل الحراك اللي حاصل دلوقتي حاجة إيجابية جدا. إحنا الإسلام بتاعنا من أعظم الديانات ومؤمنة بيه بكل الطرق، لكن اللي مش مؤمنة بيه هو تداخل السياسة مع الدين. سياسة من الدين ودين من السياسة. مش عايزة ان انا ابص الاقي ان الشعائر الدينية بتفرض عليا بقوة الحاكم، والامر ده يعني فطري. الاتجاه الديني هو شيء متأصل في المجتمع المصري بمسلمين ومسيحيين. مصر دولة فيها مسلمين ومسيحيين، وممكن يبقى فيها ملحدين، ممكن يبقى فيها بهائيين. يعني أنا أفضل أن احنا نكون كلنا مصريين، ويجب بوضوح فصل الدين عن السياسة وليس عن الحياة. المصريين مش شكل واحد ولا لون واحد، على الوش بنبان مختلفين وكل واحد فينا برأي واتجاه، وده جزء من الحقيقة بس مش الحقيقة كلها. جزء تاني من الحقيقة بيبان لما بنسأل نفسنا هو ليه كل واحد بيجري في اتجاه، والجواب بيكون لأن كل واحد بيبقى معتقد أن الاتجاه ده هيوصله للي هو عاوزه، للي بيحلم بيه. بس هل يا ترى المصريين أحلامهم لمصر مختلفة كده؟ أحلم بمصر اقتصادها قوي، مصر اللي هي بتشتغل بكامل طاقتها، تدار مواردها لمصلحة الأغلبية الكاسحة من الناس، بتفرض إرادتها السياسية، فيها ديمقراطية وفيها تيارات سياسية بتحترم حق الآخرين في الرأي وفي الاختلاف. تفرقة أنت مسيحي ولا مسلم، انت لونك ايه، انت توجهاتك ايه. عدد الفقراء الرهيب اللي في الشارع دوت يقل، يبقوا الفقراء اقليه في البلد. حلم ان الفقير ياخد حقه، مش عايز اشوف الفقر، يبقى في تعليم متميز، يبقى في عداله، كل الناس قصاد القانون سواسيه. بحلم بحاجتين اساسيتين، ده سياده القانون والعدل. لو حصل خلاف بيني وبين رئيس محكمه نبقى قدام القانون واحد. لما بنتكلم عن احلامنا اللغه بتتغير، والمسافات اللي بيننا بتضيق. احنا مختلفين صحيح، لكن احلامنا شبه بعضها، وده جزء تاني من الحقيقه. بس في كمان جزء ثالث من الحقيقه بان لما سالنا المصريين دول اذا كانوا مصدقين ان احلامهم ممكن تتحقق. مش قادره اشوف المستقبل عامل ازاي، لكن حذره. يعني انا بطبعي متفائل. متفائل بسبب ان في لسه قوه ثوريه، يعني في ناس عايزه البلد دي تتصلح. متفائل جدا باذن الله، لأن أنا مؤمن أن ربنا سبحانه وتعالى مسيطر على الكون. هو طبعاً أنا متفائل، لأن إحنا عندنا في آية بتقول لا تخف لأني معك، وعيني عليك من أول السنة إلى آخرها، ومبارك شعب مصر. والله أنا متفائل، يعني صلى الله عليه وسلم بيقول بشير ولا تنفره. أنا الحمد لله عندي إيمان كبير قوي بربنا، ودايماً عندي إحساس أن ربنا مش هيسيبنا. مش خايف،
مش خايفة خالص. هنا المصريين بيقولوا نفس الكلام وبيجيبوه من نفس الحتة، الإيمان. إيماننا بربنا وإيماننا بنفسنا حقيقة تانية بتجمعنا رغم اختلافنا وبتقربنا من بعض أكتر. على الوش بنبان مختلفين، لكن لما بنبص جوانا بنلاقي إننا شبه بعض. ساعات الحقيقة دي بتتوه مننا وسط زحمة المصالح والجري شمال ويمين، والحل إحنا لقينا صوت برضو بيطلع من جوانا، ممكن يفكرنا لما ننسى وينبهنا لما نبعد. إحنا سألنا المصريين دول لو مصر اتكلمت على لسانهم هتقول إيه؟ أنا من أقدم الحضارات في الدنيا، بلد عاشت 7000 سنة ومرت عليها عصور كتير وتجارب ومحن وحروب واحتلال وفترات ازدهار اقتصادي، إنها محتاجة ترجع مصر العظيمة دي من زمان، والطريق لده هو مشاركة الشعب كله. مصر شايفة دلوقتي أطياف كتيرة متقسمة متشرزمة، وكل واحد بيدور إلى حد ما على مصلحته، وفي نفس الوقت عايزة الناس اللي بتطالب بحقوقها تشوف واجباتها. يا اتجاهات مختلفة، من فضلكم تكتفوا وحطوا مصلحة مصر فوق أي مصالح شخصية وفوق أي اتجاهات وفوق أي اعتقادات. ياريت لما نختلف ما نخونش بعض، ونقول اللي مشي في السكة دي يبقى هو اللي صح، واللي مشيش ده يبقى خان دم الشهداء وشق صف الثوار وباع القضية. خلينا دايما ندور على المساحات اللي احنا بنتقابل فيها، في مكان لكل واحد مع اختلاف كل حاجة، مع كل الاختلافات دين او لون. خوفنا ان اللي هيوصل الاول هو اللي هيفضل قاعد على الكرسي. لا، ولادي او الشعب المصري عرفوا التحرير. هقول لولادي وشعبي ما تخافوش، ما تخافوش من الحرية، ما تخافوش من الشمس اللي طلعت عليكم فجأة، ما تخافوش من ان السماء ممتدة ملهاش حدود. انتوا تعودتوا تعيشوا في سجن، مهما السجن دوت كان ذهبي لشوية منكم، انما الطبيعة اللي ربنا خلقها لكم افضل بكتير جدا جدا من السجن اللي انتوا كنتوا عايشين فيه. الحقيقة بتختلف حسب احنا بندور عليها فين. لو بصينا برانا هنلاقي نفسنا مختلفين، لكن لو دورنا جوانا على أحلامنا والحاجات اللي بتجمعنا هنلاقي الاختلاف ده بيقل. وصوت مصر هو صمام الأمان، وهو الحاجة اللي بتحمينا لو تهنا. الصوت ده بينبهنا لأنه خايف علينا، وبيأنبنا لأنه بيحبنا، وبيفكرنا باللي ساعات بننساه، إن المركب واحدة وإننا شركة في الرحلة مهما اختلفنا. ساعات لما بنختلف مع حد بنرفض الصوت التاني ده تماما، وبنزقه بعيد ونهمشه. في التجربة دي احنا بنحاول نسمع الصوت التاني. اللي ما بقاش يعجبني ان البلد دلوقتي بقت ظروف الاقتصادية بتنهار، الانطباع الدولي دلوقتي عن مصر ان البلد ما فيهاش استقرار وان فيها قلاقل. احنا لو في مطالب سياسية نحاول ان احنا ندور عليها بآليات تانية غير نزول الشارع. السلوك بقى اللي ما بيعجبكيش هو ايه؟ إن كل واحد عايز يفرض رأيه ومطالبي أنا بس، وأنا بس اللي صح، والباقيين دول يا إلا جهلة يا إلا خونة. ممكن يكون في ناس وسط الثوار فعلا متعصبين جدا ومتشددين للدرجة اللي هم في لحظة ما علشان يحموا الثورة بيقصوا فيها أو بيخونوا أي حد بيختلف معاهم. بس هي الفكرة إن هي لحظة، يعني لحظة فارقة. بص احنا في وقت حرب، يعني عايز يقول رأيه دوت يروح يقوله بعيد، انما دلوقتي احنا في وقت حرب وما ينفعش ان انا اسمح بفتنة او فرصة ان حد يجي يشق صفنا. الصوت اللي بيقولك اسكت انت وابعد من هنا بيبان من بره انه هو سلوك غير مقبول، لكن احيانا بيبقى فيه وراه رسالة. ده مش وقت نقاش، ده وقت افعال، وفي ظرف معين ده بيبقى الصوت الصح. ايه اللي ما بيعجبكش بقى في المقابل في سلوك الناس اللي بيقولوا لكم انتوا ضيعتوا البلد، انتوا خربينها، انتوا موديننا في داهيه، روحوا بقى؟ السلبيه. ان هو اول حاجه ما تعبش نفسه قوي ان هو يتناقش ويعرف. الحاجه الثانيه ان هو غير متحمل المسؤوليه، يعني طبعا مش كلهم اكيد. ممكن يبقى فيه 2% حقيقه على اساس انه ما فيش اكشن فعلا بتتعمل من الناس اللي هي بتقول لا في التحرير يرجعوا، لكن احنا بنبص يمكن على جوانب اخرى. هم انفصلوا شوية عن الواقع، مش قادرين يشوفوا الناس في الحياة اليومية. قطاع كبير جدا جدا من الناس ان هو قد ايه ابتدى يتعب من الوضع اللي موجود دلوقتي. صوت تاني
يبان من بره سلبي وغير متحمل للمسؤولية، لكن في وراه رسالة. ما تغرقوش في الثورة وتنسوا هي قامت ليه. ده كلام مظبوط طبعا. يعني فكرة إن الناس تنفصل وتبدأ تبقى الثورة عبارة عن عقل بلا جسد، دي مشكلة كبيرة جدا وممكن الناس تغلط فيها. محتاجين نقرب من بعض ونفهم من بعض ونحترم رغبات بعض. يعني الثورة قامت علشان الناس. النتيجة اللي وصلنا لها إن في ورا كل صوت حكمة، وإنه مهما الصوت ده بان غريب ونشاز، في وقت الصوت ده فيه بينبهنا لحاجة مهمة. والحل نسمع بعض وندور على الحكمة اللي ورا كل صوت، وبعدين ناخد القرار. على الخريطة مصر بتبان مساحة واحدة كبيرة وكل المصريين عايشين فيها، بس في خريطة ثانية لمصر، خريطة وهمية خيالية احنا اللي عملناها. الخريطة دي بتقسم مصر لانتماءات واتجاهات: مصر الإسلاميين، مصر الليبراليين، مصر المسيحيين. كل مجموعة ليها خصائص مشتركة، أولويات، تطلعات، مخاوف. أنا بسمي دي مصر الصغيرة، ومصر اللي على الخريطة هي مصر الكبيرة. المشكلة إنه ساعات الناس بترسم لمصر الصغيرة دي حدود وهمية، وبيبصوا على الناس اللي عايشين بره الحدود دي على إنهم أغراب مختلفين، مع إنهم مصريين زيهم. في الجزء ده من التجربة طلبنا من المجموعة إن كل واحد فيهم يسيب مصر الصغيرة اللي هو عايش فيها ويزور مصر الصغيرة بتاعت الناس التانية. شرطنا الوحيد كان إنه أثناء التجربة دي يشوف الدنيا بعينين أهل المكان ويتكلم بلسانهم. هو طبعاً حزب الكنبة من أهم مميزاته إنه عنده هيليكوبتر فيو، شايف الأطراف كلها وهي بتتصارع أو هي بتتعامل مع بعضها وهو بره خالص، فشايف السيتويشن إلى حد ما كامل. يعني مثلاً الكل يزور أرض الاشتراكيين وهم هناك يتكلموا بلسان الاشتراكيين ويشوفوا الدنيا بعينيهم. المهم جداً في أرضنا هو العدل، إن كل الناس تاخد فرص متساوية. تعالوا نسمع الناس قالت إيه لما زاروا أرض الإسلاميين وحطوا نفسهم مكانهم. صوابع الاتهام على طول موجهة لينا بأن إحنا متشددين ومتعصبين وبنخوف الناس. حاسة إن الناس كان عندهم آراء مسبقة ضدنا. أنا حاسة إن إحنا كنا قعدنا لعصور طويلة جداً مضطهدين، محرومين إن إحنا نقول رأينا، بتنتهك حرمات بيوتنا وكل حاجة. دلوقتي لما جات لنا الفرصة وفي الدعاءات إن إحنا بقينا كلنا متساويين وإن إحنا لينا فرص في الحرية، أنا شايفة حاسة إن إحنا ورسين ميراث من الستيريوتايبينج اللي كان بيتقال في العصور القديمة الكثيرة، وإحنا مش عارفين نطلع من الإطار دوت بنسبة للناس حسن نوايانا. سألنا الناس دي إيه اللي عند الإسلاميين ومصر الكبيرة محتاجاه؟ الإيمان والالتزام. يعني أنا لو عندي ابن أحبه يبقى ملتزم. منظمين جداً وعارفين عندنا إيه وعندنا جول، مهما كان قدامنا إيه هنبعده عشان نوصل للجول. تعالوا نشوف إيه اللي حصل لما المسلمين حسوا بالمسيحيين واتكلموا بلسانهم. أنا حاسس إن أنا بأتهم وكأني طابور خامس. إحنا ناس بنهاجر أمريكا فإحنا بننفذ الأجندة الأمريكية، رغم إن مصر دي بلدنا من 2000 سنة. لما سمعت الهتاف اللي كان بيقول ارفع راسك فوق أنت مسلم، إن كأن دي سالة ليا أنت مالكش مكان في البلد. إيه اللي مصر الكبيرة ممكن تاخده من الأرض دي؟ قلة الكذب الشديدة. لو مش عايز يقولك يسكت، ممكن يسكت ما يكذبش، لأن قد كده هم متفانيين في العمل ومجتهدين. المحبة. مصر الصغيرة موجودة مش هنقدر ننكرها، لكن مصر الكبيرة أهم. هيفضل دايماً في اختلاف وعمرنا ما هنقدر نشوف الدنيا زي بعض، لكن مع الاختلاف ده نقدر نحط نفسنا مكان التاني، نحس بيه ونحاول نتفهم احتياجاته. مش هنعيش في أرضه، لكن نقدر نزورها وندور على الخير اللي فيها، وده هيمسح الحدود الوهمية اللي بين الأراضي دي، وشوية شوية تصغر مصر الصغيرة وتكبر مصر الكبيرة. لا يهمني اسمك، لا يهمني عنوانك، لا يهمني لونك ولا بلادك مكانك، يهمني الإنسان ولو ملوش عنوان. أصوات مصرية تبان من بره مختلفة، لكن أحلامها شبه بعض وإيمانها قوي. ولما بنبطل نخون بعض وبنقدر نسمع بعض، بنقدر نشوف الحكمة اللي ورا كل صوت. ولما بنحس ببعض وبندور على الخير اللي جوه كل مصري، الأصوات بتتجمع تاني وترجع لأصلها
صوت واحد، صوت مصر. لا يهمني اسمك، لا يهمني عنوانك، لا يهمني لونك ولا بلادك مكانك. يهمني الإنسان ولو ملوش عنوان. يا ناس.